اليوم الرابع من الصوم، مشاركة روحية. لعل من الأمور المهمة في إنماء الحياة الروحية للصائم هي الاسترشاد، أي اللجوء إلى مرشد روحي يرافقه الدرب، فهو خير رفيق يساعدك على تجاوز الأزمات أو العقبات التي تقف حائلا دون تكملة الطريق. فغالبا ما تبدأ الطريق متحمسا، ولكنك تواجه برودة في المنتصف فتنطفئ الحرارة في الداخل وتخور إرادتك وتصبح صريع السكون والكآبة. عندئذ يأتي دور المرشد ليوقظ طاقة النفس ويكشف آفاقا أخرى لمواصلة الدرب. ولربما تملأ صومك بأعمال تقشفية مكثفة، فتشعر في قرارة نفسك بالغرور والمجد الباطل. وهنا أيضا يأتي دور المرشد ليضعك على طريق التواضع ونكران الذات حتى يكون صومك فاعلا. ماذا أفعل اليوم؟ لا يمكن للحياة الروحية من النمو إن لم يكن هناك مرشد ينضج هذا التحول الداخلي، ويمنع الصائم من التفكير بأن ما يفعله هو نتاج جهده الخاص أو يبالغ في ممارسة الصوم بشكل مفرد. شارك بخطط الصوم مع مرشدك الروحي أو مع من تحب، وابحث معهم أبعاد الأمر واصغي لنصائحهم، فلربما كلامهم يمس شغاف قلبك فتهتدي إلى نبع السلام الداخلي الذي فيك، ولا تحتاج سوى الاهتداء إليه. صلاة. يا إلهي القدوس، إنك عالم بما يعج داخلي، امنحني الشجاعة لأكشف نفسي للآخرين بتواضع، ونصغي بعزم لإرشاد أولئك الذين يتكلمون عنك ويعظون باسمك. ألهم يا رب المرشدين الروحيين ليعرفوا أهمية رسالتهم ويختبروا فن الإصغاء في مرافقة الآخرين الدرب، فأنت هو إله المشاركة المقدسة. آمين.